من كام يوم كلنا شفنا الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة اللي لقيناه في كتير من المحافظات، بالذات محافظات الجنوب والوسط في صعيد مصر، خصوصا طبعا محافظة أسوان اللي لقيناها سجلت من يومين تقريبا أعلى درجة حرارة في العالم كله. طبعا في ظل التغيرات اللي احنا شايفينها وبتحصل في حالة الجو اليومين دول، كان لازم نفهم ايه اللي بيحصل في محافظة أسوان، ازاي نتعامل مع المؤسسات الصحية، او ازاي المؤسسات الصحية دي بتتعامل مع الارتفاعات الجنونية اللي موجودة في درجات الحرارة. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون دكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة في محافظة أسوان. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك استاذ محمد، استاذه منى، والساده المشاهدين ومصر. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. طبعا لما نيجي نقول ان اسوان كانت درجات الحراره فيها الاعلى يوم الجمعه على مستوى العالم كله، عايزين نعرف من حضرتك ازاي اتعاملتوا مع هذا الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحمد لله طبعا درجات الحراره يمكن احنا في اسوان والصعيد معروفه بالارتفاع عندنا عاده، بس فعلا الحمد لله حصل زيادة شوية في موجة غير مسبوقة ابتداء من الخميس والجمعة، ويمكن هديت شوية الحمد لله رب العالمين يوم السبت. التعليمات طبعا الصادرة من معالي وزير الصحة، معالي وزير أسوان اللي هو أشرف عطية، بكل طبعا التدابير والاحتياطات، وأولها الوقاية وهي الإعلان للسادة المواطنين كلهم بالتحذيرات والأجزاء الوقائية اللي المفروض تتابع، وهي عدم التعرض لدرجة الحرارة العالية خاصة في الأوقات من الساعة 12 الظهر للساعة 5 أو الساعة 6. التنبيهات أكثر صرامة المفروض تكون لآبائنا وكبار السن والأطفال الصغار والسيدات الحوامل أو أي أحد مصاب بمرض مزمن لا قدر الله. طبعا التجهيزات بتاعتنا هي موسمية، بس احنا زادت شوية السنة دي ويمكن قبل الموجة حتى ما تبتدي. بنقسمها يمكن نقول شوية للجزء اللي أنا اتكلمت عليه اللي هو الجزء الوقائي، والجزء الثاني اللي هو الجزء العلاجي اللي هو استعداد المستشفيات والاستقبال أي حالات من الحالات المصابة بالجهاز الحراري أو ضربات الشمس وخلافه، خاصة في الأماكن الطرفية. الاستعداد ده يمكن من الوحدات الصحية للخدمات المركزية للمستشفيات على مستوى المحافظة كلها، ودي يمكن أطباءنا الحمد لله عندهم خبرة كبيرة في التعامل معها، خاصة في مستشفى حميات أسوان أو أي مستشفى تابع للمديرية أو تابع للوزارة في المحافظة. الحمد لله ما عندناش حالات كتير رصدت خلال الأيام اللي فاتت، يمكن كلها حالات بسيطة، حالتين أو ثلاثة لا يستدعي دخولهم العناية المركزة، وتم التعامل معهم في الاستقبال وإعطاء الإرشادات الصحية اللازمة. في جزئيه ثانيه برضو لازم ننوه عليها، ان احنا الاستعداد بتاعنا بيتم في الخدمات اللوجستيه تامينها، يعني مثلا مخازن الادويه لازم تبقى متامنه كويس ضد الحراره والحرائق، لازم تكون متامنه ضد انقطاع التيار الكهربائي، خاصه الثلاجات بتاعه الطعوم وثلاجات الحج الصحي وخلافه، ان احنا بنزود المولدات في صيانه المولدات وصيانه المبردات واجهزه التكييف والثلاجات والمشارح والكلام ده كله. طيب احنا عارفين ان محافظات الجنوب عادة بتبقى الحرارة درجة الحرارة فيها في الصيف مرتفعة، ويعني الناس بتبقى عارفة وعاملة حسابها ومتعودة على الجو الحار، لكن المرة دي كانت موجة حر غير مسبوقة. العمال اللي بتشتغل في الشمس نقدر نقول لهم ايه علشان يعرفوا يتعاملوا؟ ايه الروشتة اللي نقدر نقولها عشان ياخدوا بالهم قدر الامكان؟ طبعا كل الدعوات اليوم بالعون وسعة الرزق بإذن الله. الموضوع بيتلخص كله ان احنا اذا استطعنا ان احنا نبتدي بدري قوي في الشغل، يعني ممكن بعد الفجر او في الساعات الاولى من الصباح يفضل، بحيث ان انا اخلص شغل بدري شويه او اعمل شيفت من الشغل من ما امكن طبعا من النهار لليل. طيب تعرضت ومضطر ان انا اتعرض، لا البس حاجه واطيه شويه اللي هي الملابس القطنيه او الملابس البيضاء اللي بتعكس اشعه الشمس، استخدم غطاء طبعا للراس، لازم يكون متوفر كميه سوائل كبيره عندي زي الميه، او اكثر من الخضار ان انا اكل خضروات كتير على مدار اليوم. الميه تكون متوازنه في درجه الحراره، ما تكونش ميه درجه حراره عاليه زياده او متلجه مثلا. يعني اذا حسيت باي اعراض تتلخص في الصداع او الدوار او الميل للقيء او الام في البطن او ضعف في الذاكره او دوار مثلا او غيره، فانا بتوجه لاقرب مستشفى على طول وبوقف العمل بتاعي فورا. اكيد ربنا يسلم ان شاء الله ويحفظ كل الناس وبالذات اهالينا في اسوان. كل الشكر ليك الدكتور محمد سعيد، مدير مديريه الصحه في محافظه اسوان.